بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر المتقدم والتأسيسي بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين، أهلا بكم ومرحبا مع الحلقة الأخيرة من مراجعتنا التي تسبق اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول. وسوف نتناول في الحلقة الأخيرة اختبارا على دروس بناء الجملة، فتعالوا بنا إلى هذا الاختبار. أي الجمل التالية تتضمن اسم آلة؟ اسم الآلة أعزائي الطلاب قلنا أنه اسم مأخوذ من الفعل للدلالة على الأداة أو الآلة التي ننفذ بها الفعل، مثل مقص، ملقط، مكنسة، قلم، سيف، وهكذا. تعالوا بنا لنقرأ الجملة معا لنرى أيها تضمن اسم آلة. النمام لن يدخل الجنة، هذه ليس فيها اسم آلة. العدو مخواف عند اللقاء، وهذه أيضا ليس فيها اسم آلة. المنشار مصنوع من الحديد، تعالوا نتوقف عند كلمة المنشار لنرى أنها اسم الآلة الذي نبحث عنه. إذا الإجابة المنشار مصنوع من الحديد. استغفر المذنب ربه، ما المعنى الذي دلت عليه صيغة الفعل الذي تحته خط؟ هكذا تأتيك أسئلة الاختبار. استغفر المذنب ربه، إذا دققنا النظر في الفعل صيغة استغفر لوجدنا أنها على وزن استفعل. استغفر أي طلب المغفرة من ربه، وهكذا ينبغي أن نفعل جميعا، أن نطلب المغفرة باستمرار من ربنا. نطلب أي أن صيغة استفعال أعزائي الطلاب استغفر تفيد الطلب. تصبر الرجل لوفاة زوجته، ما معنى الصيغة الصرفية التي تحتها خط تصبر؟ أي أن الرجل لم يكن ليصبر على وفاة زوجته، لكنه ضغط على نفسه وتكلف الأمر، من أجل ذلك صيغة تصبر على وزن تفعل، وهي تفيد التكلف. إذن الإجابة دال. أي الجمل الآتية حوت مصدرا صناعيا؟ المصدر الصناعي واسم يدل على الحذف ينتهي بتاء مربوطة قبلها ياء مشددة، مثل الصناعية، الطبيعية، الديمقراطية، الوحدانية، الانفرادية، السياسية، الإنسانية، البشرية، وهكذا، بشرط ألا يكون نعتا، ألا يعرب نعتا. إذا نظرنا إلى الجملة الأولى سوف نجد أن هناك كلمة البشرية، وإذا نظرنا في المثال باء فسوف نجد أن في كلمة الإنسانية، وفي جيم سوف نجد الكيميائية، وفي دال سوف نجد الأرضية، إلا أن كلمة الأرضية والكيميائية، الأرضية والكيميائية والإنسانية، هذه كلها تعرب نعتا، ولذلك لا يمكن أن نسميها مصدرا صناعيا، بل نسميها أعزائي الطلاب ما درستموه في الصف العاشر الاسم المنسوب. إذا الإجابة أعزائي الطلاب تكمن في ألف، إذا المصدر الصناعي هو كلمة البشرية. الإجابة لقد خسرت البشرية كثيرا بابتعادها عن الإسلام. كلمة البشرية. أي من الجمل الآتية اشتملت على جمع قلة؟ جمع القلة أعزائي الطلاب لابد أن تحفظوا أوزانها، وزن أفعال، أفعل، أفعلة، فعلة. إذن أي الجمل حوت كلمة تدل على جمع على وزن من هذه الأوزان؟ وزن أفعال، بحث عن أفعال معي. إذا بحثنا عن وزن أفعال لوجدنا أن كلمة الأعداء على وزن الأفعال. إذن الجملة التي حوت
جمعك الله هو هي الأعداء لا يريدون للأمة الخير. الجمل الآتية احتوت أو حوت صيغة صرفية تدل على من قام بالفعل. من قام بالفعل أي تدل على اسم الفاعل. كلمة على وزن فاعل: المؤمنون إخوة. كلمة على وزن فاعل: المؤمنون إخوة، ليس فيها كلمة على وزن فاعل. العمال بارعون. نحن نتحدث ونسأل عن اسم الفاعل، عن صيغة فاعل المكررة عليكم، صيغة فاعل أعزائي الطلاب، عندما نتأمل وندقق النظر في المثال باء، الجملة باء، فسوف نجد أن كلمة بارع، بارع على وزن فاعل، بارعون فاعلون. إذن الجملة التي حوت اسم فاعل أو تدل أو تدل على صيغة تدل على من قام بالفعل هي الجملة باء: العمال بارعون في عملهم. شرح المعلم فراغ درسا. ما العدد الصحيح لملء الفراغ السابق؟ شرح المعلم درسا، هذا مذكر، المعدود مذكر، دقق النظر. إذا لابد العدد 15 الموجود عندي يتكون من جزئين، الجزء الأول 5 والجزء الثاني 10. الخمسة لابد أن تخالف درس، يعني لابد أن تكون مؤنثة فيها تاء مربوطة هذه، والعشرة تطابق مذكر مذكر. إذن الإجابة 15. شرح المعلم 15 درسا. بيت: صغ من الكلمة السابقة جمع قلة في جملة من تعبيرك. لاحظ معي عزيزي الطالب أن كلمة بيت لها جمعان، هناك بيوت وهناك أبيات، فأيها جمع قلة؟ راجع معي الأوزان. بيوت على وزن فعول، فعول هذه من جمع القلة؟ كلا. أبيات على وزن أفعال، أفعال هذه من جمع القلة؟ جمع القلة أفعال، أفعل، أفعلة، فعلة. إذن أبيات، فلابد أن آتي بكلمة أبيات وأضعها في الجملة، أقول فهمت أبيات القصيدة كلها. السؤال السادس والأخير: وظف العدد 26 في جملة من تعبيرك مع تعريفه بالألف واللام. إذن السؤال يتكون من شقين. الشق الأول أن تضع هذا العدد في جملة مراعيا التذكير والتأنيث. الشق الثاني أن تعرفه بالألف واللام. نقول: حافظ الطالب 26 جزءا من كتاب الله. انظر معي، جزء هذه مذكر والستة هذه تخالف، لابد أن تكون مؤنثة، الستة فيها تاء مربوطة، والعشرين هذه من ألفاظ العقود تلزم صيغة واحدة لكنها هنا منصوبة، فلابد أن تأتي بالياء. والعشرين، ولا يمكن أن نقول والعشرون، الستة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والواو حرف عطف، وما بعد الواو يعرب مثل ما قبلها، ما قبلها منصوب، فلابد أن تكون العشرين منصوبة، فلابد أن تكون بالياء. لكن إذا جئنا إلى التعريف، تعريف العدد المعطوف 26 تقع في نطاق الأعداد ما بين 21 إلى 99، وهذا نسميه العدد المعطوف. عندما نعرفه نقول تدخل الألف واللام على الجزء الأول والجزء الثاني، هذا والجزء الأول وهذا والجزء الثاني يشتمل على الألف واللام، وهذا يشتمل أيضا على الألف واللام. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقات مراجعتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تحياتنا نحن قسم اللغة العربية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة البنين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.